إلى متى هذه الدولة تضع الفلاح تحت الإقامة الجبرية؟ إلى متى هذه الدولة تجي شركات متاع أدوية ترتهن الفلاح؟ عثمان جري ومنسق عام جمعية الفلاحين التونسيين للتوجيه والتنمية. الجمعية متاعنا انطلقت بأول ملتقى وطني عملته في 24 25 26 نوفمبر 2018 في سوسة، وحضروا معنا ما يقارب 200 إلى 250 أو أكثر. وكان الهدف الملتقى هذا للفلاحين هو التعريف، تعرف الفلاحين لبعضهم، يحكيوا مشاكل بعضهم. وحضرنا معنا لجنة الفلاحة في البرلمان، ممثل لجنة الفلاحة في البرلمان، باش مخرجات الملتقى احنا نتابعوها من بعد مع السلطة التشريعية ورئاسة الحكومة، ثم شكون كان حاضر، ثم مراسلة كانت لرئاسة الحكومة، ثم إلى رئاسة البرلمان عن طريق لجنة الفلاحة، ثم إلى رئاسة الجمهورية اللي شنية متطلبات الفلاح. أصبح الفلاح عنده ثقة في جمعية اللي هي ليس لها التقرير أو القرار أو فرض، هي استشارية فقط. أصبح الفلاح يسمع بجمعية مش دافع الفلاحين ويعرف اللي هي رمزمش قرار قوانين، هي جيس معناتها إبداء الرأي يجيها بالعشرات أو بالمئات. ثم الدولة هذه اللي هي الدولة، أنا كنا نحكي على الدولة، ما نحكي على هيكل الدولة، نحكي على السيادة متاع الدولة. كي تعمل اجتماع يقولوا تابع الفلاحة ولا تابع كذا، يجيوا 4-5 من الناس أو 6 من الناس. ولو نرجعوا الأرشيف تصاور، نأخذوا احنا مثل ولاية من ولايات، شكون قاعد يحضر مع الإرشاد الفلاحي أو خليط الإرشاد الفلاحي مش تتعلم فلاح؟ لو نرجعوا لخمسة وستة وعشر سنوات سنجدوا نفس الناس اللي حضروا عندهم 10 سنين وهم اللي حضروا عندهم 8 وعندهم 7 وعندهم 6، فهم بديهم يعاودوا هم بديهم يحضروا، لأنهم هم بديهم يوقع استدعائهم، لأنهم هم نفسهم اللي راضين عليه. مساحة الدولة التونسية هي 164,000 وزيدها تقريبا 100,000 متر كيلومتر بحري، هذا كل 250,000 كيلومتر مربع يعيشوا فيهم 10 ملايين أو 11 مليون تونسي. ثم تجد في نفس الوقت التونسي يوكل من سمحوني من الفضلات. إلى متى هذه الدولة تضع الفلاح تحت الإقامة الجبرية؟ إلى متى هذه الدولة تجي شركات متاع أدوية ترتهن الفلاح؟ علاش هذا الكل؟ لأنهم هما المنظومة ضد الدولة وتداول الحكم في الدولة هذه هما نفسهم. اليوم يجي هو غدوة يجي خوه التوأم، هما ديفريجي مو، لكن مش هو اللي جاك البارح يقولك أنا واحد آخر، رو أما هما نفسهم يتداولوا على الدولة وعلى أكل قوتها. ولو مش كل مجال فلاحي، رو في كل مجال يعمل قانون يمشي على الشمال الممطر والوسط الجاف والجنوب والوسط شبه جاف والجنوب الجاف بنفس القوانين. أكبر إدارة، أكثر وزارة في الدولة التونسية تملك مساحات كإدارة هي إدارة فلاحة. موظفين من أكثر إدارات، الميزانية ضعيفة، 1760 مليار تقريبا. وين هذا ماشي؟ المرشدين فلاحين وين؟ مش نزيدكم حاجة، راهو بعد الثورة راهي الناس دخلت تخت ما خدمتش خدمني، راهو عندنا شكون حداد صباح تقني، راهي الشهادة نتاعو حداد وأنا نعرفش نحكي. لازم يمشي البارك يخدم غادي، شالي ركبوك ألف نجمة، شالي خلصوك بعشرين مليون، أما تمشي البارك وتوليش تقني غدوة تخرج فلاحة توري فيه مش ما يعملوش. والدولة غدوة كي تحب تزيد مرشدين يقولوا لا عندك أنت شكون ترقى ولا مرشد ولا تقني. دونك شكون خاسر هنا؟ هو الفلاح، حياته كاملة هو مفجوع، يزرع خضرة غد صباح تحاله في المرش، يجي الوسيط يأكل العصا المستهلك ويأكل العصا الفلاح. رأى الفلاح زادا مستهلك، رأى اللي بدي يحكيه هو فلاح مستهلك، رأى مستهلك الفلفل يوصل دينار 1500 غلاء. انت تنسي وقت ذاك انتش فيه في بيوت مكيفة، تعرف انت الطبقة متاع الباش، انا كانت عندي بيوت مكيفة في 95-96 كانت الطبقة 22 دينار، تو 115 دينار. تعرف النبتة بركة كانوا ناخذوا فيها ما تكلفش 3 مليمات أو 400 مليم، وقتاش مش سايبوه الفلاح هذا؟